بسم الله وصلى الله على أسعد خلق الله سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. رجعنا لكم تاني ولسه معانا المنشد عمر حشاد يدندن في مدح الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. في تجارة رابحة لو فعلها الإنسان لا يخيب أبدا، وهي الصلاة على سيدنا رسول الله. كل الأعمال تقبل وترد إلا الصلاة على سيدنا النبي. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد، فقبولها حتما بدون تردد. نقول للسادة المشاهدين يا شيخ عمر صلوا على خير الأنام. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام، صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. يا نفس طيبي باللقاء، يا عين قري أعينا، هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا، أنوار طه لا تغيب، ويدعو الله فيجيب. بلغنا لقاءه يا مجيب، لو كان بيننا الحبيب لا دنا القاصي والقريب. من طيبات قبل المغيب، طالبا قرب الحبيب. يا رب صل على الحبيب نوره عنا لا يغيب. يا رب جمعا بالحبيب دنيا وأخرى، يقظة ومناما، جسدا وروحا، حسا ومعنى. أجمل حاجة في الدنيا لما تبقى جالس كده عند سيدنا النبي وبتصلي عليه بجوار المقام الشريف، ولاح النور تبصره مضيئة، وفاح الطيب مسكا من سيدنا محمد، وتلك مزية حصلت لقوم صلوا باشتياق على سيدنا محمد. ما تقولش للهم من تكبير يا هم، لكن فرج همك بالصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. دايما بنعلم أولادنا من المنشدين والمداح إن حب الوطن من صميم الدين، وإن اللي له وطن ما يتخافش عليه أبدا. ويا حبذا إذا كان الوطن مصر، مصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها. بنسمع الأنشودة دي من الشيخ سيد النقشبندي في إذاعة القرآن الكريم، فخلينا نختم بيها إن شاء الله بإذن الله. فضل. مصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها، مصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها. ندعوك يا رب، ندعوك يا أن تحمي مرابعها، فالشمس عين لها، والليل نجواها. رفت عليك يا شيخ عمر، ربنا يبارك فيك. يا رب احفظ مصر من كل مكروه وسوء. مصر الكنانة ما هانت على أحد،
الله يحرسها عطفا ويرعاها، ندعوك يا ربي أن تحمي مرابعها، أن تحمي مراعيها، أن تحمي أرضها، أن تحمي جيشها، أن تحمي جندها، أن تحمي رئيسها، أن تحمي أزهرها، أن تحفظها من كل سوء يا رب العالمين. نعمة الأمن والأمان نعمة ما بعدها نعمة، ربنا يديم علينا الأمن والأمان وعلى سائر بلاد المسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين. شرفتني ونورتني يا شيخ عمر، ربنا يبارك في حضرتك. رب بشكرك على يعني هذا الجمال النبوي وهذا الجمال المحمدي في المديح. ربنا يزيدك ألق وتقدم وازدهار، ونشوفك بقى داعية إسلامي كبير باللغة الألماني، وربنا يوفقك إن شاء الله. ربنا يبارك في حضرتك رب. وبشكر حضراتكم على حسن المتابعة، وتابعونا كل يوم اثنين مع نوابغ مصرية، مصر مليئة بالخير وزاخرة بالخير. ربنا يحفظ أولادنا وشبابنا وبناتنا، اللهم أمين. وشوف حضراتكم إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.